السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نكشف نتيجة التجربة اللي سويناها مقارنة تغذية النبتة هذه بالكبريت المذكور عليها الأس شعار الكبريت، وعندنا هذه اللي كانت النبتة الثانية اللي قارناها في هذه اللي ما غذيناها بالكبريت. مثل ما ذكرت أن النبتتين مزروعين من الظاهر من نوع ثاني من الفلفل، لأن زرعتهم من يعني بذور مخلوطة من الفلفل في أنواع مختلفة. هذه تبينت لي أنها هي من نوع الهابانيرو، وهذه بعد ما شفت الثمر هي من نوع البيشوب كراون أو ترجمة حرفية رباعة الأسقف. فمثل ما ذكر أحد المشاهدين أن المقارنة ما راح تكشف لنا النتيجة الفعلية، لأن نكهة وطعم وحرارة الهابانيرو مختلفة عن البيشوب كراون أو قبعة الأسقف، فالنتيجة ما راح تكون واضحة أو تعطينا فعليا نتائج التجربة الفعلية. ولكن في مفاجأة في هذا المشروع وراح تعطينا النتيجة الصحيحة والمقارنة الدقيقة، وراح أكشفها لكم الحين. النبتة الثانية هذه من النباتات الثانية اللي كنت زارعها حوالين النباتات من نفس البذور، تبينت لي أيضا أن هي من نفس النوع اللي هي البيشوب كراون أو قبعة الأسقف اللي ما كنت أغذيها كبريت. فعندي نبتة ثانية مشابهة لهذه من نفس النوعية، فهذه كنا نغذيها كبريت وهذه تغذية عادية مثل هذه، يعني NPK عالي الفوسفور، وهذه نفس الشيء عالي الفوسفور. فالحين عندنا ثمر مطابق، نوعين متشابهين، واحدة بكبريت واحدة بدون كبريت، ونقدر نقارن النتائج. فالحين راح أتذوق معكم الفلفل وتكون التجربة عندنا دقيقة أكثر وصحيحة أكثر، لأن الثمر نفسه والنبتتين نفسهم ومتبعين نفس القواعد اللي تكلمنا عنها اللي هي التغذية وكذا، فاللي فرق بس الكبريت وعدم الكبريت. فراح أزيل ثمر من هذه وثمر من هذه وراح أتذوقها معكم. راح أبتدي أول شيء باللي بدون كبريت على أساس نشوف إذا حرارة الثانية أعلى ولا لا. راح أحاول أشوف ثمر يكون ناضج. عندي هذه راح أزيلها، راح أغسلها وبعدين راح أتذوقها. فعندي هذه الثمر الحين غسلتها، راح أزيل وراح أتذوقها. والله يا أستر والله يسامحك يا اللي في بالي. فيها حرورة بسيطة. اللي أعرفه عن هذا النوع أن حرارته ما تكون جدا عالية، نكهته حلوة الصراحة، كنكهة في نكهة حلوة. من ناحية النكهة نكهة حلوة، حرارة بسيطة جدا بالنسبة لي، يعني حرارتها معقولة جدا، يعني أبرد من الفلفل اللي نحصله اللي هو العلوب أو الفلفل الهندي. هذه حرارتها أقل، نكهتها مميزة، نكهتها حلوة. لو راح أقيم حرارتها من 10 راح أقول 3، يعني أتوقع حرارته يعني شوي أقل حتى من الهالابينيو، فحرارته مو عالية، معقولة حرارته. راح ننتقل للنبتة الثانية اللي هي بالكبريت وراح نقارن النتائج ونشوف إذا فعلا الكبريت أثر في مستوى الحرارة. عندي الحين هذه هي نبتة الفلفل اللي غذيناها بالكبريت، وراح أحاول أحصل ثمر يكون بنفس الحجم. عندي هذه الثمر راح أغسله أيضا وراح أتذوقه. فعندي هذه الثمرة الحين غسلتها، أيضا راح أزيل الرأس وراح أتذوقها. يعني في فرق بسيط في الحرورة، يعني ما أحس إنه بقول إنه يعني مثلا قلنا قيمنا هذه 3، هذه بقول 5، ممكن أقول 3.5، بالكثير 4، في فرق بسيط في الحرارة.
ما أنكر في فرق بسيط في الحرارة، يعني في هذه حرارتها شوي أكثر. ولكن من ناحية حرارة عموما أشوف أن الحرارة مقاربة، ما في ذاك الفرق الشديد بين اللي بدون كبريت والكبريت، ما أشوف فرق جدا عالي في الحرارة، يعني شيء بسيط بالنسبة لي ما يسوى العناء والتعب والتغذية الزايدة وهذه ما ينفع أو ما يسوى الموضوع، ما يعني الجهد والكذا ما يستحق الموضوع. مثل ما احنا تكلمنا في الفيديو المتكامل عن زراعة الفلفل وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، الحرارة في الفلفل متعلقة بالنوع وليست التغذية. في ناس يقول ان التعطيش يزيد الحرارة وكذا، اذا انا ابغي فلفل حار جدا ازرع صنف حار جدا وانتهى الموضوع، اما ازرع نوع حرارته متوسطة واحاول ارفع حرارته ما في داعي، ما في اي داعي، ازرع صنف حار وانتهى الموضوع، اروي بشكل طبيعي اغذي بشكل طبيعي. فانا بالنسبة لي هذه التجربة ايضا بينت لي ان التغذية بالكبريت ما عطتني اي فرق في الحرارة بالنسبة حق الفلفل دي. ولكن المفاجأة الوحيدة اللي حصلتها ان مستوى حرارة الفلفل دي ممتازة حق اللي حاب يسوي منها صلصة او شطة فلفل، لان فيها نكهة، فيها فعلا نكهة مميزة، فيها نكهة حلوة، ولكن مستوى الحرارة معقول حق الناس اللي ما تحب الحرارة العالية. فاعتقد اني راح احفظ بعض بذورها لان بنتي تحب صلصة الفلفل او الشطة ولكن ما تحب مستوى الحرارة العالية، فما كنت متوقع اني راح ازرع منها مرة ثانية، ولكن راح ازرع منها ان شاء الله وراح اكاثرها حق ان اسوي منها صلصة فلفل او شطة. فنرجع لموضوعنا، عموما اتمنى ان هذه التجربة بينت لكم ان الكبريت ما له ذاك التأثير الشديد على حرارة الفلفل، ولكن الحرارة تأتي من صنف الفلفل ونوعيته. فلما اني نختار نبي فلفل حار نختار الصنف اللي يكون حار اساسا حار، وما نحاول ان ناخذ شيء متوسط او قليل الحرارة ونرفع حرارته بتعطيش وتغذية معينة، وهذه ما لها داعي، يعني ما نضيع وقتنا بهاي الامور. دائما انا اقول ان الشيء كل ما كان ابسط واسهل معناته احنا راح نستمتع فيه اكثر ونستمر فيه اكثر. فاتمنى ان استفدتوا من هذه التجربة، واتمنى ان عجبتكم المفاجأة اللي صارت في نهاية السلسلة هذه، وانا اشوفها مفاجأة جدا ايجابية. واللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذه التجربة او اي موضوع ثاني ممكن يترك تعليقه او سؤاله في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.